تحية مجددا لكل مشاهدينا، واحنا في هذه المرة بنزعة في التواصل مع نائب رئيس اتحاد الغناء الشعبي واحد رواد الاغنية اغنية الحقيبة المميز جدا عوض الكريم. اهلا ومرحبا بك وسعيدين بك ومساء الخير على قناة الشروق، يعني شرفتنا ونورتنا كثير ومساء الخير. اهلا من هذا الشروق في داركم مش في، سعيدين جدا بوجودكم معنا، وانتم دائما صباقين للحياه الجميله دي، ان شاء الله تكون كده توأم بيننا وبين الشروق يعني. ان شاء الله. احنا انت احد الرواد المميزين بالتاكيد، وفي انا شايفه مجايله جميله جدا ما بين الكبار والشباب. كلمنا عن الاضافات اللي طرأت مؤخرا على اغنيه الحقيبه ومدى الاستفاده منها. هو انا اقول الكلام ده بصراحه، ما في اضافات. ما في اضافات. وبعدين انا بفتكر يعني التواصل مهم. التواصل بين الاجيال مهم. ونحن لما بدأنا صغار ما بدأنا كبار، بتعلم من الصبغون أساتذتنا الكبار، الصبغون أسوردي وأسمع حسين وكابل الأستاذ وكذا الله يرحمه. لكن زمان ما كان في الآلات الكثيرة اللي بنشوفها هسا. ما في يعني، كان الإضافة يعني. ما كل شيء، كل زمان وكله زي ما قالوا التطور بيحصل في كل شيء. يعني زمان كان في موبايل، كان في تساوي، هذه كلها التطور يعني. زمان كان في الاسطوانات، يعني الاغنيه كان بتمشي على الاسطوانات، والاسطوانات يعني بتاخذ زمن عشان تطلع برا السودان وتجي راجعه ثاني. بدوها 32 السرور، ما كان في يعني، ما كان في تلفزيون، ما كان في بتاع تلفزيون السودان 63. انا دايره منك توصيات للفنانين الشباب اللي تحديدا بيغنوا غنى الحقيبه وبيرددوا، وهو من خلاله بعيدوا هذا المجد الجميل. انا سمعت الراجل ده غنى غنى كله غلط بامانه، الواحد يقول الحقيقه. طيب توصياتكم شنو؟ توصياتنا انه يعني اول حاجه استلحوا بالعلم، خشوا بحد الموسيقى، ده مهم جدا عشان تعرف انت تغني كيف، وتعرف تعمل شخصيه فنيه عشان تقدر انت ذاتك يعني تعمل شيء جميل يميزك، تكون شخص عندك شخصيتك الفنيه. لكن انت ما ممكن تتردد غنى الناس، بعد شوية الناس بتميل لك. صح، نحن بدينا ما قلدنا، لكن غنينا غنى الناس سبقونا، لكن بعد شوية لازم يكون عندك شخصيتك الفنيه اللي تميزك من الناس الثانيه. وانا بتمنى اولادنا الصغار ديل يهتموا بالفن ويعملوا الجديد ويحافظوا على موال الحقيبه. ان شاء الله نسمع ونشوف الجديد. شكرا لك. شكرا لك. كل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا من خلال هذه الامسيه الجميله واغنيه الحقيبه التي دخلت عبر الاذاعات المسموعه وهي الان في قمه الانتشار يعني عبر الفضاءات المختلفه. خليكم معنا متواصلين، فاصل غنائي ونرجع نعود من جديد من خلال هذه المساعه. يبقوا معنا.